أهلا بيكم وأعماق الروح، والنهاردة هنرجع نتكلم في المواضيع اللي كنا دايما بنحب نتكلم فيها عن توأم الشعلة. النهاردة موضوعنا عن حقيقة ممارسة الجنس مع توأم الشعلة. عمرك سألت نفسك لو كانت ممارسة العلاقة الحميمة مع توأمك أفضل فعلا من شخص آخر ولا لأ؟ النهاردة هنكتشف مع بعض الموضوع ده، وهنكتشف كمان كل اللي انت عايز تعرفه عن ممارسة الجنس مع توأم الشعلة. طبعا احنا كمجتمع عربي وما بنقبلش يعني بالكلام في الموضوع ده بدون علاقة رسمية، فاحنا يعني هنعتبر ان علاقة توأم الشعلة دي اللي انا بتكلم عنها دي حصل فيها اتحاد وهم ازواج دلوقتي رسمي، علشان يكون الموضوع مفيد وما يكونش بيضر اي حد. يعني خلينا نبدأ بالسؤال المهم جدا، هو انه فعلا ممارسة العلاقة الحميمة مع توأم الشعلة بيكون افضل من اي شخص تاني؟ يعني انت لو انت اتجوزت توأمك علاقتك معاه الحميمة هتبقى افضل بكتير من علاقتك مع شخص تاني اتجوزته بدون ما يكون هو توأمك؟ الجواب بسيط جدا، هو طبعا طبعا. زي ما انتم شايفين توائم الشعلة عندهم طول موجي واحد، عشان كده ما ينفعش مطابقة اتصالها الجسدي. هم عندهم نفس الروح، عندهم نفس المعتقدات والتعقيدات، هم اصلا ارواح مرآة، وعشان كده بيقدروا الى حد ما ان هم يحسوا باللي بيحس بيه الشخص الآخر، بيحسوا ببعض. عشان كده مفيش داعي ان احنا نقول مثلا انه العلاقة الحميمة الاستمتاع فيها بيكون افضل بكتير من العلاقة العادية مع اي شخص آخر، يعني مع توأم الشعلة بتكون افضل. فكر في الموضوع ان انت بتحس باللي بتحس بيه، كمان بقى بالإضافة لده اللي بيحس بيه الشخص اللي قدامك الى حد ما. يعني توأم الشعلة لما بتكونوا انتوا توأمين متجوزين، انت مش بس بتحس بالاستمتاع انت كمان بتحس باللي قدامك حس بايه، فبيكون الاحساس يعني مضروب في اتنين، وده بيخلي التجربة مكثفة جدا واكتر كثافة من اي ذروة اخرى انت مريت بيها في الماضي. واحسن حاجة بقى في الموضوع، بتعرفك توأمك احسن من اي شخص تاني، انه بيعرف اللي انت بتحبه وامتى بتحس بان انت مش مرتاح وايه اللي بيلفت انتباهك وكل الحاجات دي. لانه اكيد انت لو متجوز توأمك هتبقى مش مدرك قوي انت فعلا فعلا ده احسن حاجة ولا لأ، وهل انا لو كنت متجوز حدا تاني غير توأم الشعلة كان هيبقى الموضوع عامل ازاي. عموما ده مش هيأدي الى يعني حاجة تسهل ان انت تستمتع مع توأمك بس، لأ ده كمان هيكون التجربة نفسها اكتر متعة من اي حاجة تانية خالص. ايه اللي انت محتاجه علشان تعرفه كمان عن جنس توأم الشعلة؟ دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن الاستمتاع او الوصول للاستمتاع، خلينا نلقي نظرة على شوية حاجات كده لازم نعرفها عن جنس توأم الشعلة. اتنين بيصبحوا واحد، وبيحدث موت للأنا لما بيمارس التوأم الجنس. بيبقى الموضوع كما لو انه في كائنين منفصلين بقوا واحد. فكر في الموضوع انه كل ما زاد امتلاء الفرد بالحب قل احساسه باهمية الذات والانا، وبيخلق الاندماج ده بين الكائنات مجال طاقة ممكن اتنين من توأم الشعلة من الشعور بمشاعر بعض حرفيا. عشان كده لما بيحس أحد التوأمين بالمتعة بيحس التوأم الآخر بنفس الموضوع بالضبط، وبيختبر توأم الشعلة اتصال عميق جدا جدا جدا، لدرجة ان هما بيحسوا انه كما لو كانوا بيبصوا على مراية لروحهم.
دلوقتي بيحصل ده بالفعل في مواقف الحياة اليومية العادية، فما بالك بقى لو تخيلت ان اللي بيحصل ده كمان لما تضيف له بقى الجنس للمزيج ده. زي ما انتوا شايفين لما بيمارس توأم الشعلة الجنس بيبقى الموضوع كما لو ان هما بيندمجوا حرفيا في كائن واحد، كيان لم يعد يفعل اي شيء فقط يختبر المتعة. ممكن انه تكون التجربة دي تجربة يعني خطيرة، لانه اعتمادا على علاقتك ممكن انه تكون قوية جدا لدرجة ان انت هتواجه حاجة احنا يعني بنسميها موت الانا، والمصطلح ده معروف جدا في عالم المخدر. ازاي؟ لو انت عارف انه لما في حد مثلا بياخد مخدرات او كده فبيواجه حاجة زي موت الانا، بيحس ان هو مش حاسس بالانا بتاعته قوي زي قبل ما ياخد المخدر ده. فلما نيجي نتكلم عن موت الانا فاحنا بنشير للحظة اللي بيفقد فيها الفرد كل احساس باهميته الذاتية واهمية الاشياء المادية وكل اي حاجة ليها علاقة بقى باي معرفة اساسية. دي بتكون حالة قصيرة جدا، لكن هي بتكون يعني على قد ما هي قصيرة على قد ما بتتحس جدا، ما بتمشيش بسرعة كده، لأ بيكون الوقت فيها طويل رغم ان هي بتكون لحظات، بحيث بتحس وكأنك اندمجت مع الوجود وطاقاته. هي بتكون جميلة، وبالنسبة للتوأم ممكن الوصول للحالة دي احيانا من خلال ممارسة الجنس. وفي الحالة دي ممكن انه يختبر توأم الشعلة اتصال اعمق من اي وقت فات، وهيحسوا كمان بإحساس بالسلام اللي هم ما يقدروش ينكروه، وهيحسوا كمان لو كانوا كأنهم كده في الجنة، جنة فوق الأرض. تاني حاجة هي إنه الجنس هو جانب أساسي جدا من اتصالك في توأم الشعلة. الحاجة النقطة دي بالذات اللي هنتكلم فيها دي لازم ان انت تعرفه، هو انه ممارسة الجنس مع توأم الشعلة هو جانب اساسي من تواصلك مع توأمك. هو حاجة بتكون مثيرة للاهتمام جدا، لان انت ممكن ان انت تعتقد انه نظرا لان انتوا متشابهين جدا فما فيش كتير من الجاذبية بينكم، لكن الموضوع مش كده خالص مع توأم الشعلة. ازاي؟ زي ما انتوا شايفين عادة بيكون الاستقطاب بين الطاقات الأنثوية والذكورية حاجة مهمة جدا للإنجذاب، وعشان السبب ده عندنا مقولة بتقول ان دايما الحاجات يا جماعة المتضادة بتتجاذب مع بعضها، ودي نظرية معروفة جدا. والتوائم عندهم نفس مستوى الوعي، هما بيشوفوا الحياة وبيحسوا بيها بنفس الطريقة، عشان كده هما من نفس القطبية. فإزاي يعني ما يفضلوش منجذبين لبعض؟ طبعا لازم يفضلوا منجذبين، وأكيد أكيد أنه القطبية بين توأم الشعلة مش هتتحقق، لكن مفيش أي حاجة ممكن يقوم بها أحد التوأم بتغيير أي حاجة عنه أو يغير في نفسه حاجة علشان يحبوا توأمه، لأنه علاقتهم بتكون مختلفة عن أي حاجة بتتوقعها عادة، ولأن الجنس جزء أساسي من علاقتهم فهما بينجذبوا لبعض حتى لما بتكون القطبية دي خارجة عن السيطرة. النقطة الثالثة هي أن أنت مش هتقدر محاربة الانجذاب ده. في بعض الأوقات لما بيكون أحد التوأمين في علاقة بالفعل بيحس بالذنب الشديد لأنه لسه منجذب لتوأمه، لكن من المهم أنه تعرف أن الانجذاب ده على مستوى الروح، فما فيش طريقة أن أنت تحاربه بيها. توأم الشعلة ما بيختارش الشخص اللي بيكون عايز يكون معاه، هما بيعرفوا ده وبيحسوا بيه. بس افتكر انه مفيش حاجة انت ممكن تعملها قصاد مشاعرك دي، لان هي اصلا بتكون خارجة عن سيطرتك، فمش هتقدر تغير المشاعر دي. وزي ما انت شايف لو كان كل من التوأمين على استعداد هيكون ليهم اتحاد مفتوح، لما بيكون احد التوأمين في علاقة بينجذب التاني ليه دايما
وكمان بيفضل يدعي علشان يعني يتلاقى مع الشخص ده مرة تانية، وهما الاتنين بيحسوا كما لو كانوا بيعرفوا بعض من قبل كده فعلا، وبيختبروا رابطة لا تصدق فعلا 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 مع بعض. هما مش بيقدروا حتى يوصفوها لأقرب الناس ليهم، لأن ما حدش بيصدقهم ولا بيسمعهم ولا بيفهمهم ولا بيحس بيهم. عشان كده بغض النظر عن الظروف، ما تحسش بالسوء أو الذنب تجاه مشاعرك. انت حرفيا يعني بتقاتل ضد الاتصال الروحي ده، فما تستعجبش انه ما عندكش سيطرة عليه، وما تتخضش ان انت فعلا مش قادر تسيطر ولا تكنترول على مشاعرك ولا على الموقف كله، لان ده طبيعي جدا. رقم 4 هي تجربة الذروة النجمية. انت تقدر ان انت تجربها لما ما بيكونش توأم الشعلة مع بعض جسديا، بيكون عندهم في بعض الاوقات القدرة على اظهار انفسهم نجميا عشان يكونوا مع بعض. والعملية دي كمان بتكون أرواحهم بتقدر إن هي تتواصل حتى لو ما كانوش مع بعض جسديا ولا كانوا موجودين مع بعض بأجسادهم حاليا. وأحسن حاجة في الموضوع إنه بيمكن إن هو يكون عندهم اتصال حقيقي في المستوى النجمي ده من غير وجود الجسد ودون علم أي شخص آخر، ومن الممكن الدخول في حالات عميقة من الحب. ممكن إن هو كأنهم بيحسوا بعض وهما مش مع بعض، على الرغم من هما ما بيكونوش اصلا مع بعض في الوقت الحالي، وممكن كمان ما يكونوش عارفين. وفي الحالة دي هتحس بالارتباط العقلي والعاطفي، وهتحس بالانجذاب، وكمان انت ممكن تحس بالاستمتاع كأن توأمك معاك بالظبط على المستوى النجمي. وأيوة هو فعلا ده بيحصل لناس كتير قوي، وناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده سواء في المستوى البلاد العربية او حتى الاجنبية، وده عن ابحاث كتير قوي احنا يعني عملناها. لو انت وده مش معناه على فكرة حاجة وحشة خالص، لأ، هم ارواحهم هي اللي بتعمل ده، وهم ما بيبقوش عارفين وما بيبقوش متفقين على اي حاجة. رقم 5 سوف تضيء الشاكرات الخاصة بيك. لما بتمارس الجنس مع توأمك هتحس بشعور قوي جدا بالحب في الشاكرات الخاصة بيك، وهتحس كمان كما لو ان انت اشعلت كده كل الاضواء، لان الطاقة بتكون بتتدفق بحرية جدا من خلالك. ولما بتواجه ده فانت في الواقع بتقوم بإزالة كل العوائق في نظام الشاكرة، وبترفع ترددات اهتزازك. انت بتقوم بإزالة اي طاقة سلبية من الماضي. ولما بيتلاقى التوأمين بيواجه كل منهم تحول في حياتهم، وبتتحول معهم طاقة الكون بشكل اساسي. في الاتحاد الجنسي بيتم تضخيم الطاقة دي، وبتتدفق جميع الشاكرات الخاصة بيك بكل حرية مرة تانية. رقم 6 هتلاقي نفسك بتواجه تفعيل الكونداليني. يعني ايه؟ عشان في ناس كتير قوي مش بتبقى فاهمة الموضوع ده. حاجة تانية لازم ان انت تكون على دراية بيها، هو انه لما بتمارس مع توأم الشعرة الجنس، فده بيمكنك من ايقاظ طاقة الكونداليني، ودي اكيد هنتكلم عنها في فيديوهات كتير كلمنا عنها قبل كده، بس اكيد هنتكلم عنها بالتفصيل. هتلاقي نفسك هتحس بإيقاظ طاقة الكونداليني في جسمك، وهي طاقة الثعبان. الكونداليني هو جزء طبيعي من جسدك، بيبدأ في الاستيقاظ لما بتتوقف عن القتال ضده. ده يعني بمنتهى البساطة كده باختصار. وهتبدأ في الارتفاع من خلال الشاكرات الخاصة بيك ومن خلال الجسم كله، ولما بتصل لأعلى الشاكرة هيحصل اندماج مع توأم الشعرة. طاقة الكونداليني هي طاقة عندها القدرة على الشفاء ورفع اهتزازك بمقدار لا يصدق. لما بتمارس الجنس مع توأمك فبتكون طاقة الكونداليني الخاصة بيك بتكون في أعلى مستوى من التنشيط، وبيتأثر جسمك بالكامل بالطاقة دي. هو بيرفع اهتزازك وبيعزز الاتصال بين أجسادك
الجسدية والروحية، وهتختبر مستوى جديد جدا تماما من الوعي لما هتكون متصل بتوأمك بالطريقة دي، لأنه مفيش حاجة غير شوية حاجات قليلة جدا في الحياة اللي ممكن يعني تساوي الشعور بالارتباط ده بالطريقة دي. فعلا مفيش حاجة أصلا. رقم 7، النقطة 7، ممكن استخدام طاقة الذروة الخاصة بك للظهور. يعني التجلي هو أداة رائعة ممكن من خلالها تحقيق أحلامك. لو أنت كنت بتفتكر أن رغبتك أصبحت حقيقية بالفعل، فأنت هتقدر أن أنت تجذبها لحياتك. بيكون المظهر يعني أقوى لما بيكون شخصين بيقوموا بيبقوا عايزين بجد حاجة يحققوها، ولما بيكون التوأم مع بعض بيحسوا كل واحد منهم إنه هو يقدر يحقق أي حاجة لما بس بيكونوا مع بعض. وده إحساس فعلا مؤكد ما بيكون ما بين توأم الشعرة، ده حقيقي، وتوائم كتير جدا جدا بتأكد عليه، وهو علامة كبيرة جدا. هما بيعرفوا إنه الشخص الآخر هيكون موجود دايما عشان يدعمهم ويقربهم من أحلامهم وأهدافهم في الحياة. وأحسن حاجة في الموضوع هو أنه استمتاعك مع توأمك بيساعدك فعلا على تحقيق ده. بيعتمد المظهر على الطاقة والاهتزازات، ومفيش أي اهتزاز أعلى من اللي بيحصل لما بتصل للاستمتاع مع توأمك. عشان كده في المرة اللي جاية اللي بتمارس فيها العلاقة مع توأمك وأكيد زوجك يعني أو توأمك وشريك حياتك، ممكن أنه تستخدم طاقة ذروتك لإظهار أي حاجة ما في حياتك. يعني أنتوا الاثنين بتبقوا أقوياء بعض. وبكده النقط تكون خلصت. في كتير جدا ممكن تستكشفه في الموضوع ده، عندك كتير جدا من المعلومات حوالين موضوع جنس توأم الشعرة دلوقتي، لكن يعني احنا حاولنا نجيب اكتر حاجات بعد ابحاث طويلة، والابحاث دي مش بتشمل بس طبعا البلاد العربية، كمان البلاد الاجنبية، علشان كده بيكون فيها كلام شوية جريء شوية. بس احنا بنتكلم عن توأمين حصل ما بينهم اتحاد وحصل ما بينهم زواج، فانا احب اكد عن المعلومة دي علشان ما يبقاش فيه اي تعليقات سلبية او اتهامات ملهاش اي لازمة. بس كده، وبكده تكون خلصت حلقتنا. يا رب يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وأشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب لو الموضوع عجبكم، وانتوا ناسين تعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي جاية وتستفيدوا مع توأم الشعلة وأعماق الروح. مع السلامة.